في اسم الجامعي مدينه محمد يمكن في الشؤون الثقافيه والرياضيه. طبيعه الحال كما شفتوا البارح كان هذا اليوم في الصباح كانت انتشر واحد الفيديو شريط فيديو اللي فيه انا يعني مصوره فيه باين فيه انا. طبيعة الحال كان هاد شريط الفيديو جا تزامن مع واحد مجموعة ديال مساعدة صغار المدينة قدمها واحد المحسن. جاءت لأن طلبنا يعني كان السيد الزاهر هو اللي كنطلب هاد الإعانة من هاد المحسن هذا، وبالتالي تواصل معنا باش إلا كان عندنا شي حالات، وبالفعل كانت عندنا حالات كما كتعرفوا بأن المسجد الجماعي لمدينة المحمدية فرق واحد مجموعة ديال المساعدة صغار المدينة، كنعطى كل مستشار 50 حصة، وبرغم ذلك مجموعة ديال الناس كثارين جدا في وضعيه هشه طرقوا الابواب ديالنا وتواصلوا معنا كثير جدا، خصوصا الارامل وبطبيعه الحال والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصه. فما كان علينا الا باش نتزجوا مثل هاد المحسنين هادو باش يمدوا يد المساعده لهاد هاد الناس هادو، وبالفعل تم الاستجابه الى هاد الامر هذا. وبالفعل انا البارح بالليل نيت جيت واحد مجموعه ديال الحصص الرمضانيه المساعده الرمضانيه وجبتهم هنايا البرد عنيس. كما كتعرفوا الناس اللي برد عنيس في وضعيه هشه جدا، وفيها فئات مختلفه من شرائح المجتمع، فيها الناس فيها الناس المعوقين، فيها كذلك الناس الارامل، فيها المطلقات، فيها الناس جد معوزه اللي عندهم وليداتهم وكل شيء، ولكن في حاله فقر مدقع. تم التوزيع ديالهم كذلك عاوتاني الناس في اللومه عاوتاني كذلك تا هما في حاله جد يؤسف لها، كذلك في رياض السلام عاوتاني في الماسيره كذلك عاوتاني، يعني حاولنا ما امكن نسيبلو يعني الناس اللي هما في وضعيه هشه. بالتالي ان تقديم المساعده ديال هاد الناس هذا من باب الواجب فهمتيني، وبالتالي انا كنستغل هاد التواصل ديال الجهويه بريس معايا باش نطلب مجموعه ديال المحسنين باش يقدموا يعني يتكاتف الجهد ديالهم لتقديم المساعده مثل هؤلاء الناس، فهم يعني في حاجه ماسه لمثل هاد في حاجه يعني مساعده يعني في حاجه ماسه الى المساعده والى الدعم يعني المادي والمعنوي. اذا هذا الشيء ما يمكننا نقوله، وكنقول الناس اللي نشروا هذا الفيديو هذو اللي ما تحراوش واللي تكلموا علينا بسوء كنقول لهم الله يجازيكم بخير، شكرا جزيلا، لانكم لم تقوموا بواجب ولم تقوموا بادنى تحري ولم تتواصل معنا لتتاكدوا من الامر. هل بالفعل احنا نيت بالفعل على مستوى الشخص واش استفدنا نيت بهذه المساعده الرمضانيه ام توجهنا بها الناس اللي هم محتاجين فيها بالخصوص. اذا كان ما عليا الا نستغل هذه الفرصه هذه لشهر مبارك، وحنا في هذه الايام الاواخر من 10 ديال رمضان 10 اللي ان شاء الله نتمنى الله عز وجل انه يعتقنا رقابنا من النار، ويأجر جميع الناس اللي ساهمت في مساعده هاد الناس هادو، نقول لهم الله يجزيهم بخير ونبارك لها الشهر هذا السكن سكنت مدينه محمديه كذلك الشعب المغربي وعلى راسهم صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله عز وجل.